السلام عليكم يا شباب. في الدروس الماضية تحدثنا عن الـ Evaluating the Language Models، تحدثنا عن الـ Perplexity، تحدثنا عن الـ Unknown Words والـ Zero، واليوم حنتحدث في موضوع اسمه الـ Smoothing، واللي هو له علاقة مباشرة بالـ Zeros وكيف نتخلص إحنا من الـ Zeros ونعمل Smoothing للـ Probability، أو أحيانا تسمى Discounting، بمعنى الـ Mass Probability، وين في Probability كثيرة أنا بدي آخذ منه أقلله، بقوله شيف أوف يعني كأني بحلق له، وبحط هذا اللي أخذته اللي قصيته من هناك بحطه للأنون ووردز أو الووردز اللي هي نيو أول مرة بترد معانا في التست داتا سيت. تمام، هنشوف مع بعض. هلقيت إن شاء الله، نعمل شير للملف، نعمل شير للملف ونبدأ بالسموثينج. السموثينج زي ما قلت إنه أنا بدي أخذ من العالي على الواطي، يعني بالعربي بكل بساطة يلي بسحمد الأرض. تمام، فwords that are in our vocabulary، تمام، not عفوا لا كاتب words that are in our vocabulary but appear in a test set، هي المفروض نط يعني الورد اللي مش موجوده في الفوكابيولري، مش موجوده في التريننج سيت لكن بتظهر في التست سيت. تمام، بتظهر في التست سيت بدي اتعامل معها. gonna will have to shave off a bit، شويه يعني، of probability mass from some more frequent events، الاشياء اللي بتتكرر باستمرار، الكلمات اللي بتتكرر باستمرار، and give it to the events we have never seen، الكلمات اذا اللي never seen يعني لاول مره بترد، اللي هي الزيروز اللي حكينا عنها زيروز قبل هيك. تمام، the modification is called smoothing or discounting. حنتعرف على عده مواضيع في هذا في هذه النقطه، يعني عده الجوريثمات او طرق للتعامل معها. اول واحده هي لابلاس smoothing. the simplest way، هو ابسط طريقه، هي ان اتعامل مع لابلاس. لابلاس كل فكرته انه بزيد واحد، شايفين هنا الكاونت لاي بزيد عليها واحد، فاذا اجى هو على الجدول، في عندنا جدول يوضح هذا الامر، هذا الجدول مر معنا قبل هيك، لكن كل اللي الان انتم شايفينه واحد للكلمات هذه، قديش مرت معنا مثلا ايت بعد وانت، تشاينيز بعد وانت كذلك، او تشاينيز بعد تو، هذه كلها كانت أصفار يعني لم ترد في التريننج سيت. فلابلاس قال إحنا خلينا كل واحدة لم ترد نعملها واحد، لكن هيك بصير خلل في الجدول، فقال لك بنزيد كله واحد، بمعنى I بعد أو want بعد I، يعني إحنا بنقول I want، want بعد I وردت في التريننج سيت 827 مرة. تمام، عند لابلاس بتصير 828، زود واحد، وونت بعد وونت كانت زيرو عملها واحد، ومين عندنا كمان مثلا تو بعد تشاينيز، يعني تشاينيز تو كانت زيرو صارت واحد، ايت تو كانت اثنين صارت ثلاثة، وهكذا. تمام، طيب هذا هو هدفه يعمل السموثينج. كويس، قالنا ايش نكمل هان عند لابلاس، zero will now have a count of one. طيب اللي ما وردتش ان مودل بقولنا هو صحيح الان مش مستخدم كثير اللابلاس ويعتبر بسيط، يعني مش كثير بيعالج المشكله، لكن ما زال هو الاساس في الشرح، يعني حتى احنا نفهم كل الالجوريثمات التاليه واللي هي مطبقه كثير منها، لازم نبدا بالالجوريثم اللي هو تبع لابلاس حتى نفهم اكثر. تمام، smoothing algorithm or other tasks like text classification، هذا كله بيلزم في text classification. طيب لابلاس sometimes something merely adds one to each count، طيب hence its alternate name add one smoothing، مرات بسموه add one smoothing بدل ما يسموه لابلاس smoothing. طيب بقولنا since there are V words، يعني الفوكابيولاري كله مش مر معنا، انه احنا بنسمي عدد الوردز اللي فيه او الست هذه بنسميها V، العدد اللي تبعها. And each one was incremented،
وزودنا كل واحد. طب لو بدنا نجيب البروبابيليتي، سابقا كان البروبابيليتي لاي وورد اي ايش بتساوي؟ الكاونت تبعها كم مره تكررت، سي اي على ان، تمام، يعني على عدد الكلمات كلها، تمام، اللي في الفوكابيولري، هذا في اليونيكود، تمام. طيب البي لابلاس ايش قال لابلاس؟ قال هات نزود واحد، زودنا واحد. طب هل حتضل على ان؟ لا مش حتضل على ان، ما كل الكلمات اللي في الفوكابيولري زادت عدد تكرارها بمقدار واحد. هنا على التوكنز، لكن كل توكن زاد عدد التكرار تبعه بمقدار واحد. اذا كم مره زودنا؟ كم وحدايه حطينا؟ هم عدد الكلمات اللي في الفوكابيولري، تمام؟ الرقم هذا اللي زودناه الوحدات لو جمعناهم بيطلعوا عدد الكلمات اللي في الفوكابيولري، لان كل كلمه كل توكن زاد عليه واحد بالنسبه للتكرار. اللي كان متكرر خمسه صار سته، اللي كان متكرر ثمانيه صار تسعه، وهكذا بعدد كلمات الفوكابيولري. فصار ان على في تحت، اذا السي اي بلس 1 تحتها على ان على في. هذا الريشيو هو البروبابيليتي لا لابلاس، تمام. طيب هنا حاب يعمل زي معادلة بسيطة كيف يحسب، فقال أنا ممكن أجيب الكاونت لأي أي كلمة، كويس، الكاونت لأي كاونت ممكن إيش أعمل فيه؟ هي السي بلس 1، هذه سي اي بلس 1، لو ضربتها في ان على ان بلس في بيطلع هو الكاونت الجديد، بيطلع هو الكاونت الجديد تبعها لو ضربتها بس في n على n بلس v. هذه طريقة حسابية بس للتسهيل، تمام؟ طيب وبطلع هيك عندي الـ discount dc، سماه الـ dc، هذا الـ discount هي إيش؟ عبارة عن إيش؟ الرقم الجديد على الرقم الأصلي، تمام؟ الـ count الجديد اللي استخدمه الـ plus على الـ count الأصلي، بطلع الـ dc اللي هي مقدار الـ discount، قديش أنا خصمت، لانه حنلاحظ هلقيت انه الارقام الكبيره حتنقص، الارقام اللي هي صحنا صح الصغير زودناه واحد، لكن الكبير لما زودناه واحد لما نجيب له البروبابيليتي حنلاقي البروبابيليتي نقصت وليس زادت، رغم انه الكاونت زاد. ليش البروبابيليتي نقصت؟ لانه بيقسم على في، زاد في في المقام ان بلس في، تمام. وهي بدي اضرب لكم مثال، هان تشوفوا مثلا رقم معين زي 828، هذه في الاصل هي كانت 827 قلنا، تمام، اللي هي want بعد i، تمام. اوكي قديش حتنزل تصير في الجدول الجديد؟ في الجدول الجديد بعد الديسكاونت صارت 527، تخيلوا صارت 527، والبروبابيليتي تاعتها صارت بعد الديسكاونت 0.2، تمام، 2 من 10. قديش كانت البروبابيلتي سابقا؟ لو رجعنا طلعنا في الجداول اللي فوق كانت 33%، تمام. انا اضرب مثال على ارقام ابسط، لو كان عندي البروبابيلتي للكلمه ان جيفن الان ناقص واحد، كلمه ان ناقص واحد ايش حتساوي؟ انه الكلمتين يردوا ورا بعض كم مره؟ اذا الكاونت لان ناقص واحد تليها ان، تمام، على الكاونت لان ناقص واحد كم مره وردت الكلمه اللي قبل، يعني بالنسبه لنا هان كم مره وردت وانت بعد اي، هي 820 مقسوم على كم مره وردت اي لوحدها، تمام. هذا بيطلع عندي البروبابيليتي، كويس. طيب نفترض كلمة ما، مش I want، كلمة ما وردوا الكلمتين مع بعض 20 مرة، لكن الكلمة الأولى لحالها وردت 60 مرة، قديش بيطلع على probability؟ 20 على 60 الثلث 0.33، مظبوط؟ 33%. طيب أنا بدي أزود V، بدي أفترض في هذا المثال إنه الـ V 100 عنصر و100 تايب، عدد العناصر، فزودت في 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 القسمة وزودت واحد فوق، حتصير 21 على 160، تمام؟ تصير 21 على 160.
هذه بتطلع 0.13. إذا البروبابيليتي صارت تاعت لابلاس، مش هو بيعمل سموثينج بده ياخذ من العالي في الواطي، فالعالي نزله صارت 0.13 بدل ما كانت 0.33 صارت 0.13. اوكي، فالارقام هذه الجديده هي لما زود واحد في هذا الجدول، بعدين هي لما جاب النسب قلت النسب زي ما عملت في المثال. لاحظ اللي كان 33 لو رجعتوا لجدول فوق فوق في الدروس السابقه كان ال1 بعد اي 0.33 صارت 0.21 وهكذا. وصار هذا اللي جراي اللي شايفينه جراي هذا كان زيروز في الاصل، هذا كان زيروز، واحنا قلنا بدناش يكون زيروز في الدرس السابق لما حكينا عن الزيروز، قلنا لو صرنا ضاربين الزيرو في اي حاجه بيطلع زيرو، ولو قسمنا على زيرو برضه بيخرب الدنيا. انفينيتي في البربليسيتي، بربليسيتي ما هي بتقسم على البروبابيليتي صحيح؟ فلو قسم على زيرو بتخرب البربليسيتي، بتطلع مش مظبوطه. تمام، فإذا هذه طلعت البروبابيليتيز الجديدة اللي سماها اد 1 سموث، يعني لابلاس سموث بايجراما، لابلاس سموث بايجرام بروبابيليتيز طلعوا هيك. هاي هنا الكاونت، الكاونت بده يرجع الكاونت بعد السموثينج، بده يفرجيني قديش نزل، يعني 828 قديش صارت بعد السموثينج. هذا سهل انا احسبها كيف؟ اللهم صل على سيدنا محمد. سهل احسبها كيف؟ انه بجيب النسبه الجديده بدل ما كنت 0.33 بجيب ال 0.13 وبضربها في الرقم الاصلي، قديش كانت الاي لوحدها او قديش هنا كان الرقم الاصلي للتكرار. تمام، فهيو هذا كانها ال 0.13 هي نفس المعادله اللي فوق هي بلس 1 وهان بلس في، لكن ضربها في تكرار الكلمة السابقة، في كم مرة تكررت الكلمة السابقة. طبعا هذه نسبة مئوية، من عدد التكرار حيطلع الكلمات، حتطلع الكلمات عددهم يعني الكاونت. فال 828 يا أعزائي صارت قديش؟ صارت 527. تمام، ال 430 هذه ربما كانت 500 وإشي لو رجعنا طلعنا فوق. تمام، فكله نزل الماس probabilities هذه كلها بتنزل، وبالعكس ظهرت probabilities جديدة ما كانتش موجودة، زي هذه اللي كانت أصفار كلها بالجري كانت أصفار ظهرت هالجيت عفوا هذه كانها counts إلها probabilities صار. فلذلك لما طلعنا قديش الكاونت بيّن وكأنها تكررت، هي لم تتكرر فعلا بس إحنا عم نعمل smoothing، فظهرت وكأنه إلها probabilities عفوا إلها count. هل probabilities تمام، هنا الكاونت ظهر وكأنه لها كاونت وكأنها اتكررت. تمام، اوكي، وقلنا ايش هذا the sharp change in counts and the probabilities occur because too much probability mass is moved to all the zeros. اخذ كثير من المفهوم من البروبابيلتيز السابقه ووزعها على الزيروز فصار عندي ارقام، بين كانه في ارقام. تمام، نيجي للاد كي سموثينج، هي التعميم، التعميم للابلاس لو بدي اعممه هو بصير اد كي سموثينج، يعني بدل ما انا ازيد واحد يمكن في حالات معينه بدي ازيد 0.5، بدي ازيد 0.7. ليش دائما بدي ازيد يعني 1؟ في الحالة هذه أنا ممكن أزيد كي، لما أنا زدت واحد هان فوق كنت زايد واحد ضرب في. تمام، لكن لو بدي أزيد نص حضرب نص ضرب في، لو بدي أزيد 0.7 بضرب هان 0.7 ضرب في وهكذا. وضحت الفكرة؟ هذا بالنسبة لأد كي سموثينج. نيجي للباك أوف انتربوليشن. ايش هو الباك اوف انتربوليشن؟ ذا ديسكاونتنج وي هاف بين discussing سو فار كان هيلب سولف ذا بروبلم اوف زيروز. تمام، بيساعدنا في موضوع الزيروز فريكوانسي ان جرامز، الانجرامز اللي تكررت ولا مره زيرو. But there is an additional source of knowledge we can draw on. ايش ممكن نستفيد كمان؟
if we are trying to compute the probability للكلمة n given ال n ناقص 2 و given الكلمة n ناقص 1. But we have no examples. We have no examples of a particular trigram. ما طلعش عندي ولا trigram يعني صفر للtrigrams هذه إنه أجد هذه الكلمة وقبلها كلمتين هذا صار trigram ثلاث كلمات مع بعض. The probability لهم في example معين لا special case zero مش موجودة. طب إيش الحل؟ بدل ما أحط zero وعالج في الديسكاونتين وكذا قال لك ممكن أعمل أنا إيش؟ أعمل توزيعة على الكيسز السابقة الان جرامز الديجريدز السابقة. يعني احنا في التراي جرام بدي اروح طب للباي جرام ايش موجود في الباي جرام يمكن هناك اجد نسبة مئوية بستخدمها. اذا ما لقيتش في التراي جرام بروح على الباي جرام، ما لقيتش في الباي جرام بروح على اليوني جرام وهكذا. فانا بضل انزل لما الاقي نسبة مئوية نسبة معينة انه في لها تكرار. طيب similarity if we don't have counts to compute the probability of WN given N ناقص 1 we can look to the unigram. تمام؟ إذا من الترايجرام بروح على البايجرام ما فيش بروح على اليونيجرام اللي هي probability ل WN وخلص. كم مرة تكررت؟ In other words, sometimes using less context is good thing. بدل ما أخذ context كبير يعني ثلاث كلمات خمس كلمات لا بدي أقلل حتى أجد له نسبة تكرار معينة بدل ما أحطه زيرو. طيب in back off we use the trigram of the if the evidence is sufficient otherwise we use the bigram otherwise the unigram. In other words we only back off to the to a lower order n gram lower order n gram if we have zero evidence for a higher order in gram. Zero evidence يعني not seen يعني not seen ما بينش قبل هيك. طيب by contrast in interpolation we always mix the probability. إذا أنا ممكن أعمل mix للprobability قد أجد إنه في probability على trigram وفي probability على البيجرام وفي probability على اليونيجرام. طب ليش ما أنا أدمجهم في بعض؟ أدمجهم وأطلع probability جديدة. تمام؟ يمكن يكون أحسن وأقرب للصواب يعني للحقيقة. تمام؟ إذا mix the probability estimates from all the n grams اللي هي التراي مثلا أو الفور جرام والتراي جرام والباي جرام والين جرام weighing في أنواع أوزان weighing and combining the تراي جرام باي جرام and يوني جرام. Simple linear interpolation linearly interpolating all the models. إذا أنا بدي أحط الثلاثة هيهم probability للثلاثة. تمام؟ لكن حتى يطلع المجموع أقل من واحد لازم يطلع عندي مجموع مين؟ probability ما ينفعش تزيد عن واحد. فعلى أساس تطلع probability واحد أقل من واحد بدي أحط لمدة لكل واحدة وزن واللمدة هذه مجموع اللمدات يجب يعني لازم يكون واحد. مجموع اللمدات بيكون واحد فممكن احط هنا مثلا 0.7 هنا 0.2 هنا 0.1 كويس. في دراسات معينه بتوضح لي او يعني بترشدني قديش احط وزن لكل واحده ودراسه بتنعمل للداتا سيت نفسها يعني مش دراسه عامه لأي داتا سيت بتحط نفس الأرقام، لا، كل داتا سيت بتم دراستها ودراسة الديفلوبمنت داتا سيت والتست داتا سيت وبنحط نسب معينة اللي هي أقرب إلى الصواب. إذا we assume that the counts of the trigram based on this bigram، لاحظوا هنا، based on this bigram will be more trustworthy. إذا لقينا إنه الاعتماد على البايجرام أكثر فممكن نعتمد على النسبة تاعت البايجرام بالتحديد. تمام؟ طيب How are these lambda value set؟ كيف نحطها؟ قلنا في دراسات إلها بتصير على الهيلد أوت. إيش هو الهيلد أوت كوربوس؟ قلنا هو الديفلوبمنت داتا سيت والتست داتا سيت. كيف بنجيب عادة الديفلوبمنت داتا سيت؟
انا باخذ قلنا 80% كتريننج. الداتا سيت هذه الكبيره، نشوف جدول مثلا امامنا، نتصور هذا هو الداتا سيت، فباخذ 80% منه تريننج، تمام. بضل 20%، نفترض هذه هي 20% صارت الان، هذه ال 20% بروح قسمها لديفلوبمنت سيت ولا تيست سيت. كيف بقسمها؟ مرات بقسمها من النص، بس هو افضل حتى يكون الداتا متشابهه. بقول السطر الاول والثالث والخامس والسابع والتاسع مثلا، هذول بدي اعملهم ديفلوبمنت سيت. والسطر الثاني باخذ الزوجه الان، الثاني الرابع السادس وكذا، بعملهم تيست سيت. هيك حتى يكون الداتا متشابهه في التنتين، الداتا متشابهه، وبعمل الدراسه بتاعتي على الديفلوبمنت سيت وبقدر منها قديش قيمه اللامدا. وفي الغالب حتطلع مشابهه كثير للتيست سيت، لانه انا باخذ سطر بعد سطر قاعد باخذ، فانا مندمج يعني الديفلوبمنت سيت والداتا سيت مندمجين في بعض كثير، ففي الحاله دي ممكن احصل على شيء قريب من الحقيقه. طيب، في تطبيق على الباك اوف، تطبيق من كاتس اسمه كاتس باك اوف، هو نفس الشيء ما اختلفش كثير، لكن حط الفا يعني بدل لامدا هو حط الفا، فقال له probability للباك اوف للدبليو ان، وجاي هنا قد ما بدك حط الان يعني من ان ناقص 5 مثلا لان ناقص 1، تمام، بتساوي البروبابيليتي إلها، تمام. إف إذا إيش؟ إذا ورد معانا أكبر من زيرو، إذا أكبر من زيرو كاتس في التطبيق، هو كاتس إمبلمنتيشن على الباك أوف، فقال بعتمدها إذا عندي أكبر من، يعني مرت إذا إلها تكرار، إذا إلها تكرار هذا النص كله إله تكرار بعتمده، وإلا إيش بعمل؟ باخذ ألفا نسبة معينة، ألفا تمام، ألفا زي لامدا يعني، مضروبة في البروبابيليتي للباك أوف، أوف كذا كذا نفسها حتصير، بس هنا ممكن بنزل واحد، بنزل درجة عاد، بدل ما كان هنا إن بلس 1 يعني مثلا إن كابيتال بلس 1 مثلا، من الوورد إن ناقص 5 لإن ناقص 1، هنا حيصير من الوورد إن ناقص 4 لإن ناقص 1 وهكذا، تمام. اوكي، هيك خلصنا الباك اوف انتربوليشن اند انتربوليشن، وخلصنا موضوع السموثينج ودمرنا على لابلاس سموثينج، تمام. وبنكمل في الدروس القادمه ان شاء الله. يعطيكم العافيه، نعمل ستوب ريكوردينج.